سوريا، شو معناتها راحت سوريا؟ شو بس هلا ايران تقول له يا خيي انا قعدت 10 من فاكت امه بالشارع خلصنا بعدنا فات 2 مليون سوري على لبنان. ولك اخت السعوديه على اخت ايران على اخت اوروبا على اخت امريكا على اخت اسرائيل بضانون بس انتك امه لبنان راح لبنان وبقى بكره ايه هيدا بزت اللوم على هيدا وايه هيدا بزت اللوم على هيدا وراح لبنان راح لبنان. طيب انت عم تقاتل بسوريا ماشي، سوريا قد لبنان على 18 مره ونص على القد 185 الف كيلو متر سوريا فايتين عليها الشيشان والافغان والسعوديين والقطريين والامراء والايري والصبري واللبنانيين هيدا سني وهيدا شيء هيدا بده يف... ايه اذا انت بدك تقاتل طلع على سوريا شو هي حق الالغام سوريا يعني بكره بيتعملوا مساومه ضخمه عليها بيطلع الطيران قالوا ايه اسد ايه اورفريرا انا ما دخلني ما شفناه على روسيا مع العراق قال له صدام حسين لايغور ايفانوف قال له بنيك كتيزي قال له ما بقى فيني اعمل لك شيء حينيك وامنا قال هولي مصالح دول كبيره بنفكر حاله بشار الاسد انه هو مثلا هو او حدا من زمرته فائق لك ولا حد عيب ولا المعارضه حتبقى انتك اما سوريا وبعضهم نحن شدي وعصري لا المعارضه رح تكسب ولا الاسد حيكسب ولا نحن حنكسب كله رايح. طب ليش طيب طب شو بدي مع الشغله يا خيي انا هلا قدام العالم طرقتك كف وانت نكت حريمي بالكلام بيناتنا خسرانين طب انا طرقتك كف وانت عزقتني بالحكي قلت لي بدي اعمل باختك وبامك وبابوك وانا ما قدرت اضربك بس ما انا بالاساس طرقك كف وانت رديت لي الكف بنوع تاني بس طب شو استفدنا طبعا طيب اوكي يلا هيك بدنا نقضي كل العمر هون انفجار هون ما في والله العظيم الدنيا حرب انا هلا باخدك على امريكا ب 2000 ليره طب شو معقول البيت بالضاحيه صار حقه 10000 دولار طب معقول طلع معي واحد من الضاحيه قال لي والله العظيم اذا حدا بياخذ بيتي بدي بيعه طب شو يعني طب يعني ما بيصير هالحكي هذا وحياه اولادي والله في ناس عم تبيع بيوتها بالضاحيه لانه جاي تهديد هلا من 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 كومة افغان هولي بيشوفوا مجموعة عالم بيركض على العالم لا بيفهم دين ولا بيفهم شرع ولا بيفهم ايري ولا بيفهم زبري ولا في دين ولا ديانة بتقبلها بتعرف انت اذا بعد بيطلع انفجار لا سمح الله ان شاء الله ما تصير انفجار بس يكون وهجه كبير بدها تقوم القيامة طب انه طب شو استفدنا مين ما يكون لعب اللعبة ان شاء الله تكون اسرائيل لعبتها ان شاء الله يكون السني لعبها ان شاء الله يكون الشيعة ان شاء الله يكون الدرزي لعبها شو جاني انا من ولانتاك اخته لبنان اردني ما بقلبه ولسوداني ما بقلبه لبنان تعرف شو يعني السودان ايري بالسواح بس حينتاك امه ولا حيروح من ايدنا نحن اللبنانيين حيصير فينا مثل فلسطين طيب بكره عاد بكره شويه سنيه بيتدربوا يلا نيكو خد بعض ليلين تضعفوا ليخدوا هاي سلاح هاي خرطوش هاي مصاري نيكو اخت لبنان بم 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 اخر شيء انت اخوت شرموطه لا انت اخوت طب شو لشو بدنا نوصل لانت اخو شرموطه لا انت اخو شرموطه اذا مكبيت زباله ما عم يعرفوا يحلوها شو دخلنا نحن بسما سوريا جابوا لنا مليونين سوري لهون ناكو اختنا بالمقلوب ناكو اختنا ما حدا عم يحاس هداك انا بدي اعمل وانا بدي اترك وبدي نيك اختكم هداك لا انت ما بيطلع لك نحن بدنا نعمل ونترك باختك هذا لو طب ونحن بالناس نحن مثل ما بقولوا بين شقوفان شو دخلني بابن الشرموطة المتسولين اكتر من اللبنانيين تطلع بالتاكسي خيو لوين واصل طب بدل ما انا اروح قاتلهم هنيك بقاتلهم هون انا بقاتلهم هون شو بدي بهونيك انا كس اخت النظام على اخت المعارضة على اخت الخليج انا بدي اعيش انا ومرتي واولادي وعائلتي وبلدي وارزتي ولبناني الو ايه معلم شو نسمع الكلمة اليوم هداك قالوا ايه معلم شو اليوم بي اخوات الشرموط عم تشتغلوا للخارج الحرام راح لبنان والقرآن راح انا بيطلع معي طلع معي ديك المرة واحد من الاستقصاء تعرف شو قال لي قال لي اذا لبنان بضايم بعد شهرين كتير ممتاز قلت له معقول قال لي مثل ما عم بحكيت قال لي هيكل الدولة فارط نهائيا تخيل انت خليني اقول لك سيلفي ضحكك بدي ضحكك واحد بالليل زمر الالارم تاع الدراجه تاعه اللي عم يحكي له القصه صاحب الدراجه منيح
زمر الالارم بالليل نزل معه سكين ما معه مسدس عم يهرب من قلب الكراج الحرامي تلقطوا فيه هيك وامه الجيران دقوا للدورية اجت شو القصة قالوا له هيدا الاخ الشارموتا نكنا اخته بالقتلة لانه جاي يسرق الدراجة قال له وين الدراجة قال له تحت بالكراج قال له ممتاز امشوا معنا على المخفر لنشوف كيف نحلها راح على المخفر قال له كلب جوز الطوب النظارة للحرامي كلب جوز الطوب النظارة قال له بدك تدعي عليه قال له انا عندي عيلة ما بدي ادعي عليه مالي وماله معطر لبناني مثلي طلع لبناني هو قال له اتركوه خذوا حقكم منه واتركوه قال له ممتاز اسمح لنا بوراق الدراجة مشان نعمل افادة قال له الدراجة اجنبية قال له كيف يعني قال له اجنبية قال له ايه اف قال له بدنا نعمل محضر فيها قال له ليه قال له قديه صار لك شاريها انت من عند البياع قال له صار لي شهرين بس انا ما معي سجلها قال له حبيبي انت معك مهلة 15 يوم لتسجلها انت مخالف قال له يا خلي انا حاطط دراجتي بالكراج وعم بتفرج على سماها شو لك معي قال له يا حبيبي بدنا نعمل افادة لانه هذا الزلمة صار بالنظارة وبلغنا المدعي العام قال له ايه شو يعني قال له بدنا نعمل محضر قال له عميل محضر امري لالله هات هويتك هات ورق الدراجة كتب فيه ضبط عمل له محضر محضر افادة حمل حاله هذا الصبي تبع الدراجة مقايرة معه فقال ايري بهالمشروع اكل خزو صار تبع الدراجة اللي عم يحكي له القصة يقتل بحاله قال لي حلها وخذها للدراجة ببلاش تنحل معك فسرها في دولة بالعالم تعمل هيك بمواطن ما في دولة فارطة الدولة وكرمالها عم تفرط تعديات من تحت؟ لا والله حبيب قلبي بحياة دينك هيدي بلد ولا مدينة أشباح؟ بحياة دينك انت تطلع هيدي بلد ولا مدينة أشباح؟ شوف لي اياها انت حكوم عليها مفرق تموت ايوة يلا مفرق خلنا والله يعين العالم هناك اختنا مليونين سوري فاتح لبنان مليونين سوري لا لا مليونين سوري فاتح على لبنان طب انا شو دخلني لا انا شو دخلني بيجي بقول لك حرام مسألة انسانية طب مسألة انسانية انا الانسان شو بعمل بحالي لا انا شو بعمل بحالي بكرة واحد اخو شرموطة حقه فرنجانة بيعمل بلبلة بيخربها مزبوط عم بحكي يا خي ولا لا بكرة واحد اخو شرموطة حقه فرنجان فرنجان مش ثلاث فرنجان بزد قلبك بيقتل له شي كم شخص شو ما كان طاقته لتكون جيب مين يطفيها للنار اللي بتولع ولا مينك ما بقى يطفيها طب ليش بدنا نحن هالقصة يا خي مزبوط انا عم بحكي ولا نحن بدنا بلدنا واللي بقرب عليها بدنا اخته النيكا طبعا. انا معك عالموت عيوني لك انا شو دخلني برب الخارج انا شايلي بسماعهم انا قال انا بدي انا يعني بكره انا يعني انا مثل ما عم فسرها شو نهار هيك مقايره مع الاردن بدها تعمل حرب ايه والله في مجموعه من لبنان بدها تشترك بالاردن مش مضبوطه هي انا شايلي بسما الاردن او سوريا او العراق لا انا شو دخلني فيهم لكس اختهم اذا ما اذا 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 بيرجعوا كس اختهم اذا ما بينتاك اختهم هذا الشعب هيك بس ما في مين سيء الشعب انا عم اقول لك انا شباب مثلك انا عمري 40 سنه عم اقول لك نحن رايحين على الهاوي لبنان رايح على الهاوي مش مزبوطة هيدي الامور كلها مش مزبوطة أبداً. انا عم اقول لك مش مزبوطة انا ما دخلني بسوريا ولا بدافع عن امي ولا عن سعودية ولا عن ضبري ولا عن كسخت الوقت اللي بدافع عنه ونحن ما ندافع عن حمام كسخت لا والله العظيم تعال شو بتمنى ناموا فيه كلهم هون يتبهدلوا ينزلوا ما بيفهموا والله العظيم ما بيفهموا انا بدي اعمل بدي ريك بدي شيل بدي على مين ما عم بفهم بالنهاية هو تلاقيه قاعد ببيته ما صاير له شيء شو ما صار هي انت عميل يجوا يفرموك بالليل صحتين انا عيب علي اذا بزعل مش عميل انت ولا قطط صحتين انت يا خي انت لعبت بدايلك انت عميل يحلى قتلك شرعا تعال يا حزب
اللي بيلعب معك اخته نيكا، بس ليه بدك تظهر من لبنان؟ نحن قد سوريا والعاب سوريا والخليج وايران، وبعد شوي بيقول لك الو في بنيويورك مشكله بدنا نحلها نحن، شو عم تفائلونا؟ والله العظيم حرام، وحياة الله حرام حرام. بكره هلا ما ماتت عائله من الجنوب بميشيغان، بكره يمكن تغير معه يقول لهم بدي اروح على ميشيغان انا بدي حلها. طيب ما بصير هيك، خلي شو دخلني بسوريا انا؟ لو وحياة الله بتعرف قد ما عملوا فينا لك رب العالمين شو عم يعمل فيهم. والله مسحوا الارض فينا. انا بنسى الاكل اللي كنت اكلها مثله منهم، انا بنسى الزل. ايه شو دخلني فيهم؟ خي حريري مات، رجع لي الحريري بيرجع. طيب خلص انتهينا، مات الحريري يا خي. قالوا ايه بدكم محكمة؟ على بدكم ايه؟ ايه في التنفوشة مثلا، تعوا خذوا بس انا ما فيني اجي اقول لهم تعوا خذوا التنفوشة اذا انتو اثنين بيعلقوا ببوركينا فاسو بدك تتدخل. شو دخلني ببوركينا فاسو انا؟ انا عندي بلدي، واللي بدي يتمنيك على بلدي بدي امه نيكا بالشارع. تعوا لهون انتو، شو عاملين لي هون كانتونات هيدي كلها ممنوعة؟ معك وراء ولا غير؟ معي وراء. خليك، ما معك وراء يلا انتك على الكاميون. عم بحكي مزبوط ولا لا؟ طب وين 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 بلدي وين؟ بحرق تنكة بنزين لطلع 10,000، وحياة الله حرام. كرخاني ها، بطلت بلد كرخاني، بطلت بلد. شوف كانتونات صار كل زعيم حد بيته بده يسكر مشان ما يفجروه. سكرت البلد كلها، المجلس الشيعي الاعلى حده مسكر، دار الفتوى حده مسكر، الرئيس الحريري حده مسكر، رئيس بري حده مسكر. طب وين بعد في بلبنان شيء مفتوح؟ كانتونات. حياة الله بزعل انا، واحد وطن وبلده ما بتحب بلدك انت؟ كلنا بنحب بلدنا طبعا، كلنا وطن عايش مرتاحين. خيي ما بدي انا لا حدا، لا يحكمني حدا ولا بدي احكم حدا. ليك العجقه هلا بينتاك الواحد بيحرق له شتنكي كمان هون. بدك تفوت من هون هلا؟ من وين؟ من حد المستشفى قصدك؟ ايه من هون وبنرجع بنطلع على الشمال. ما بده يكون يا مسكرين يا في حاجز، في حاجز بس اسهل من هيداك. يلا عليهم عليهم يا شريك. هاي خمسة يا ابن الحلال. السلام. هاي ألف سلام حبيبي. والله العظيم وحياة الله لأني حلفت بالله، وهيدا 1012 تعرف قدي حارق بنزين؟ والله العظيم يمكن حارق بحقهم. شفت ملا بلد؟ طب أنا ليش أنا بدي يصير فيني هيك؟ طب وين أنا صيانة سيارتي؟ تعرف قدي سنة الميكانيك تاعها 120,000 ليرة بالسنة الميكانيكا. تعرف قد حقهم كلياتها $30 لقدام، $30 كليه لقدام. طب جيب لي شغل، بدي اعيش، بدي اشتغل. انا على راسي كل العالم بالضبط البلد.